شباب قناة شباب نت نيو. السلام عليكم. استجابت الأحزاب المكونة للأغلبية أخيرا للمطالب الشعبية التي ظلت تنادي منذ سنوات بضرورة تقليص عدد الوزراء والاعتماد على تشكيلة حكومية ضيقة ذات اختصاصات مجمعة تكون قادرة من جهة على تحريك الملفات بفعالية أكبر، ومن جهة أخرى تمكن من توفير ملايين الدراهم التي تصرف على تحركات الوزراء وتعويضاتهم والطاقم المصاحب لهما. وفي هذا الصدد بات في حكم المؤكد أن تضم حكومة العثمان عددا يتراوح ما بين 25 و30 وزيرا بدل 41 المتواجدين حاليا، حيث جرى إلغاء حقائب كتاب الدولة من الهيكلة الحكومية. وأضافت بعض المصادر أن التداول يجري حاليا حول أسماء الوزراء الجدد الذين سيدخلون الحكومة، إذ أن لائحة المغادرين قد تم الحسم فيها قبل بضعة أيام. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.